بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا أعنا على محبتك حتى نستحق الحضور بين يديك يا عظيم يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا، أي اثبتوا، لا تحولوا نزولكم، لا تحولوا المكان، إذ لا تغيروه. إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا، يعرف شكون يتكلم، راه يتكلم، يعرف بالضبط. هذه نصيحة خارجة من النبي، عارف، ما أنا مش زول ولا أب فقط، نبي مرتبة عليا يلزم يوصلها بعض البشر، وهم رسل الرب الكريم، رب الجن والبشر. إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا إني أنست، أي اطمأننت، اللي فما خير في النار هذيك. فعلا هو حدس، أراد الله بس ينطق سيد موسى بس يغذيها، قال امكثوا إني أنست نارا. هو كعادتك بشر، أنست أكل النار هذيك، ما تعنيش اللي مش تتحرق، ما تعنيش اللي فما عدو، ما تعنيش اللي مش رقم من يذلني، من يفتك بي. أي يا سيدي، إني أنست نارا، وش مش يقول بعد أكل الأنس ذاك اللي هذه النار اللي بدأت تجذب فيه، وهو سر نصر المولى باش يحضر الكليم اللي هو قبل الكليم، يصبح كليم بالحضرة ذيك. نسأل الله السلامة ويبعدنا عن كل لئيم.